بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الشريط الاستثنائي. أقول استثنائي لأنه في حدث مهم جدا في المملكة العربية السعودية. يعني دائما المفاجآت تأتينا الآن من المملكة العربية السعودية لأنها على أو تمر بمرحلة تغيير شاملة وجذرية. إيش اللي صار في السعودية؟ اللي صار في السعودية إنه فجأة خرجت علينا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ووكالة أنباء رويتر الدولية بتقول إنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اعتقل عمه أحمد بن عبد العزيز، واعتقل أيضا اللي هو محمد بن نايف اللي كان ولي عهد وأطاح به الأمير محمد الملك سلمان لمصلحة ابنه محمد بن سلمان. طيب ليش يعني حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تأكيد أو نفي من المملكة العربية السعودية؟ أنا انتظرت 3 أيام، يعني الموضوع نشر فجر الجمعة واليوم الأحد. يعني ليش يعني هذا الصمت الكامل؟ الصمت هو غالبا دليل الرضا. يعني التسريب يا إما من الإدارة الأمريكية أو CIA ومتعمد ربما لإحراج الأمير محمد بن سلمان، أو بالتنسيق معه. يعني هم أرادوا أن الخبر يجي من أمريكا ما يجي من المملكة العربية السعودية وفي بيان رسمي. ولا أستغرب أن يكون الأمير محمد بن سلمان هو اللي أوحى أو أوعز بتسريب هذا الخبر. طيب هذه مسألة مهمة جدا. أمر آخر، يعني بقول لك أنه حملة الاعتقالات هاي شملت ممكن 200 أمير أو أكثر أو أقل، وأنا لا أستبعد ذلك شخصيا، لأنه مش معقول يتم اعتقال بس محمد بن نايف الأمير محمد نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز. يعني انقلاب عسكري؟ أنا لا أعتقد ذلك. إيش بدي انقلب؟ اللي بنقلب عسكريا أو بنقلب سياسيا لازم يكون عنده أدوات، يعني يكون عنده جنود، يكون عنده قوات أمن، يكون عنده قبائل بشكل أو بآخر مسلحة. لكن لو نظرنا إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز ما عنده وظيفة على الإطلاق، وموضوع تحت الإقامة الجبرية أو شبه الإقامة الجبرية. كمان محمد بن نايف من يوم عزله كولي العهد جالس في بيته، يعني ما بيقدر يتحرك إلا بإذن من محمد بن سلمان. هذه حقيقة. يعني الاثنين ما عندهم مش قوة، ما عندهم مش جنود، ما عندهم مش أسلحة، ما عندهم مش دبابات حتى يعملوا انقلاب. أنا في تقديري المسألة أخطر من هيك. يعني أنه الأمير أحمد بن عبد العزيز كان دائما ينتقد محمد بن سلمان. الأمير أحمد بن عبد العزيز اللي هو الشقيق الأصغر للملك سلمان، وهو الوحيد الشقيق الوحيد اللي بقي من السديريين 7، كان ينتقد محمد بن سلمان. انتقد حرب اليمن، انتقد أيضا إغلاق الحرمين الشريفين، انتقد الوضع الاقتصادي في المملكة. وشاهدنا شريط فيديو على كل مواقع اليوتيوب يعني بيورينا الأمير أحمد هو في أمام إقامته، مقر إقامته في لندن أو المنفى الاختياري مثل ما قالت الصحف البريطانية، يقول لمتظاهرين تجمعوا أو تجمهروا أمام هذا المقر، أمام هذا القصر، يعني يحتجوا على التدخل السعودي في اليمن. فهو رجع لهم بعد ما وصل للباب ورجع لهم وقال لهم يا جماعة ليش بتنتقدوا أنتوا الأسرة الحاكمة السعودية وبتطالبوا بسقوطها؟ لا، هذا يعني انتقدوا اللي عملوا، اتخذوا قرار حرب اليمن، هو الملك وابنه، يعني الملك سلمان والملك والأمير محمد بن سلمان ابنه اللي هو ولي العهد، ليش تحطوا أو ليش تلوموا الأسرة الحاكمة كلها؟ وكان هذا الشريط إيعاز أو إيحاء بأنه في الأسرة من يعارضون حرب اليمن. فأنا تقديري الانقلاب مش وارد. إيش اللي وارد؟ تحليلي الشخصي اللي حصل إنه الأمير محمد بن سلمان همش 3 مؤسسات رئيسية. المؤسسة الأولى هي مؤسسة الحكم أو آل سعود على وجه التحديد، يعني همشها بمعنى أنه أسرة كبيرة جدا، أكثر من 10,000 أمير، وهؤلاء كلهم يعني بيعتبروا حالهم فوق الشعب وعندهم سلطة وهم لهم حق بالوراثة.
فهمش الآل الحكم جميع الأجنحة الأخرى اللي كانت ما بايعته، مثلا أحمد بن عبد العزيز لم يبايع محمد بن سلمان، الوليد بن طلال لم يبايع محمد بن سلمان إلا متأخرا، فجرى تجميد العديد أو تهميش العديد من الأجنحة اللي لم تبايع الأمير محمد بن سلمان. يعني آل طلال الملك الأمير طلال رحمه الله عارض هذه البيعة، كمان الوليد بن طلال عارضها، خالد بن طلال أيضا عارضها، فأولاد الملك عبد الله بن عبد العزيز الملك السابق أيضا عارضوا هذه، وممثلهم في هيئة البيعة لم يوافق، قالوا ثلاثة لم يوافقوا، الثلاثة هم واضح جدا اللي هو الأمير الوليد بن طلال، الأمير أحمد بن عبد العزيز، وممثل عن أسرة الملك عبد الله في هيئة البيعة. فجرى تهميش كل هذه الأجنحة في الأسرة الحاكمة السعودية اللي عارضت بيعة محمد بن سلمان وآخرين أيضا، تم التحالف مع بعض الأجنحة وبعض الجيل الجديد من الشباب، جرى وضعهم في العديد من المناصب. على أي حال يعني هذا الآن، يعني فقلنا أنه تهميش الأسرة الحاكمة، تهميش مجموعة أو جناح رجال الأعمال في المملكة، هؤلاء كانوا فعلا عندهم مليارات أو مئات المليارات من الدولارات ويحكموا بشكل أو بآخر، عارفين قصة الريتس واعتجاز أكثر من 320 من رجال الأعمال سواء أمراء أو غير أمراء في فندق الريتس. المؤسسة الثالثة اللي همشها الأمير محمد بن سلمان هي مؤسسة الوهابية، يعني رجال الدين، قضى عليهم بالكامل، وكان البديل لهم اللي هو هيئة الترفيه. طيب الآن الصراع، إذا لاحظتم هذا الاعتقالات أو اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز واعتقال الأمير محمد بن نايف، هذا صراع داخل الجناح السديري في الأسرة الحاكم، بمعنى أنه الملك أو الأمير محمد بن سلمان بعد ما همش الأسرة الكبيرة وقصقصها، الآن بده يعمل أسرة صغيرة، أسرة حكم صغيرة اللي هي أسرة حكم آل سلمان على وجه التحديد. فحتى يتخلص من خصومه في الجناح السديري، يعني كان لابد من عزل أو احتجاز أو اعتقال أحمد بن عبد العزيز المرشح من قبل العائلة بأنه يكون هو الملك، وأيضا اعتقال محمد بن نايف المرشح من قبل الأسرة أيضا يكون هو ولي عهد كبديل للأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان. هذه هي الحقيقة. طيب ليش الأمير أحمد؟ مثل ما قلنا أنه الأمير أحمد يعني ينتقد في جلساته الخاصة وفي مجلسه الخاص دائما الأمير محمد بن سلمان، حتى أنه في مجلسه، وأنا يعني تحدثت إلى أحد الأشخاص قال لي، هو راح إلى مجلسه وقال لي أنه الأمير أحمد بن عبد العزيز لم يضع صورة محمد بن سلمان على في مجلسه الخاص، يعني حط صورة الملك اللي هو أخوه الملك سلمان، لكن ما وضع أبدا، هو تقليد السعودي يحطوا صورة الملك ولي العهد، ما حط إطلاقا اللي هو الأمير محمد بن سلمان، وكان ينتقد في جلساته الخاصة وعنده مجلس مفتوح، والرجل جريء ويقول رأيه بدون خوف، فكان لابد من إسكاته بشكل أو بآخر. أما محمد بن نايف كان ماسك المؤسسة الأمنية، كان ماسك محاربة الإرهاب، وعمل علاقات قوية جدا في واشنطن، مع واشنطن، مع دول أوروبية، لأنه الشخص اللي كفؤ في محاربة الإرهاب حسب وجهة النظر الأمريكية، فيعني عنده اتصالات خارجية، فلازم يخرج من المنافسة، لازم يخرج من طريق محمد بن سلمان. طيب الآن في نظرية بتقول إنه محمد بن سلمان يعني الآن يستغل مرض الملك، وهناك من يقول إنه توفى لا سمح الله، ويعني إنه هو بده يعجل بالخلافة ويصير هو الملك. لا نعرف حتى الآن حقيقة هذه الكلام، يعني هل هو الملك مريض مش مريض، هذا يعني العلم عند الله، لأنه في تكتم شديد على هذه المسألة وممنوع الخوض فيها. لكن أنا في تقديري الأمير محمد بن سلمان يعتقد أن الوقت مناسب الآن حتى يشدد قبضته على الحكم، ويشدد اللي هو الأسرة الحاكمة الجديدة الصغيرة المحصورة في وفي أشقائه وفي أبنائه في المستقبل على وجه التحديد، لأنه هاي يعني بتعفيه
من تحديات كثيرة ومن أعباء كثيرة. ليش بده الآن يعجل؟ لأنه الوضع الاقتصادي في المملكة حقيقة سيء، والوضع الاقتصادي في كل دول الخليج سيء وليس في المملكة. وسمعت تقرير صندوق النقد النقد الدولي اللي قال 2034 حتفلس دول الخليج وحتفلس المملكة، لأنه أسعار النفط حتنزل في الحضيض، الطلب على النفط حيقل، وآخر سيارة ستنتج بالبنزين وبالديزل حتكون عام 2035. يعني حيخف النفط، الاعتماد على النفط تدريجيا حتى عام 2035. كمان في حرب اليمن، يعني حرب اليمن استنزاف كبير للمملكة، يعني هناك من يقول 150 مليار دولار سنويا، وهناك من يقول رقم أكثر أو أقل. كمان أسعار النفط حاليا، أسعار النفط نزلت اليوم 10%، يعني الآن سعر برميل النفط بتوقعات حيوصل ل 30 دولار، هذا يعني نكبة للمملكة. العجز في المملكة الآن، عجز الميزانية 60 مليار دولار، والميزانية حسبت في حدود يعني 55 إلى 60 دولار للبرميل، يعني هذا يعني أنه هذا العجز ربما يصل 100 مليار، ربما 120 مليار دولار، من وين ده تجيب المملكة؟ هذا الأمر اللي بيتطلب دفع ضرائب ورسوم أكثر. كمان موسم الحج، الآن موسم الحج حقيقة يعني انضرب بالكامل بسبب كورونا والعمرة، يعني في 18 مليون معتمر بيأدوا مناسك العمرة، نصفهم تقريبا من الخارج، والحج الرجبية مثل ما تعرفوا، ويمكن موسم الحج كله يتأجل، فهذا بيسبب أعباء مالية كبيرة على المملكة، خسارة مالية ضخمة جدا. فهذه مشاكل كلها بتحتاج أنه ربما الأمير بن سلمان أو من المستشارون نصحوه بأنه لازم يسيطر على الحكم ولازم يشيل كل المنافسين له حتى يكون القرار واحد والقرار مركزي بالدرجة الأولى. طبعا ممكن بعض الناس يقول لك يا أخي يا ابن عطوان أنت تتدخل في الشؤون الداخلية السعودية، هذا شأن داخلي السعودية، أنت كيش مش دخلك في هالقصة؟ يا إخوان المملكة العربية السعودية مهمة، المملكة العربية السعودية دور فاعل. طب ليش رويتر تتدخل وبلومبرغ تتدخل وول ستريت بتتدخل ونيويورك تايمز تتدخل وأنا ممنوع علي أتدخل؟ طب ما هي كمان يا أخي مهمة يا إخوان السعودية، ما هي تتدخل. طب هي مين اللي حط 150 مليار دولار في سوريا لتغيير النظام؟ مين اللي أيد حلف الناتو في ليبيا لتغيير النظام القذافي؟ مين اللي الآن بتدخل في اليمن؟ يا أخي احنا بنتدخل بالتحليل، احنا بنحلل، وهذا حقنا كصحفيين ككتاب كمؤلفين. طيب حقنا انه نقول كلمة حق بشكل أو بآخر. فأنا أشكركم جدا، وإلى اللقاء في الشريط أو الفيديو المقبل. دامت أوقاتكم.